طاري 27 2027 السعوديه حاليا هي الملف الوحيد اللي متقدم لاستضافه كاس امم اسيا. ممكن احنا والسعوديه نتفق ونستضيف الملف مجتمعين، ما مو مو غلط يعني، ممكن انه يصير تفاهم. هذا طبعا مهمه الاخوه القائمين على الملف، احنا علينا ان ندعمهم، علينا ان نوقف وياهم حتى نحقق لهم اللي يريدوه لاكمال الملف. مثل ما انت تتكلم على طموح مش بشكل رسمي في موضوع كاس اسيا 2027. لا اتكلم رسمي، انا اقول لك هسه من الكاس اتكلم لك رسمي، راح اسعى مع القائمين الاخوان اللي تعرف هي ما تقدم من خلالنا ك يعني نقول كمسؤولين الاتحاد وزير الشباب والرياضة. بالضبط، يعني ان الموضوع راح يقدم من قنواته. قلت لك انا اليوم احكيها من خلال مجلسك هذا الموقر، ساعمل سجلها عليك، ساعمل على استضافه كاس اسيا ان كان بالشراكه مع الاخوه السعوديين او العراق لوحده. هذا هدفي وساسعى اليه.